السلام عليكم. اليوم عندنا شرح البرنامج فوتوشوب فيكس. تدخل على البرنامج وتضغط علامة الزائد اللي فوق وتختار الصورة اللي تبي تعدل عليها. والشرح اليوم راح يكون عن أداة الهيلينج، وتستخدمها إذا عندك جزء في الصورة تبي تخفيه، مثلا العلامة اللي على اليمين فوق دي. تضغط على خيار الهيلينج وتحدد المكان اللي تبي تخفيه. احنا هنخفي العلامة اللي فوق. طبعا انا راح اسرع الفيديو. هنا الصورة قبل وبعد التعديل وبس. والله في أمان الله.